بالنسبة للناس اللي كيعانيوا من آلام المفاصل، البرودة السياتيك، اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة اللي مجربة 100% واللي المفعول ديالها أقوى من أي دواء، مفعول كالسحر في علاج آلام الركب، آلام الظهر، آلام الكتفين، كذلك آلام العنق، الآلام اللي كيكونوا في المفاصل ديال اليدين، كذلك الآلام اللي كتكون في الرجلين. الناس اللي ما كيقدروش يطلعوا في الدروج كيضرهم الركابي ديالهم، او ما كيقدروش يتمشاو، او الناس اللي عندهم اليدين ديالهم دوك المفاصل كيوجعوهم بزاف كيعطيوهم الالام، فهاد الوصفه غتهنيكم نهائيا وللابد. وصفه مجربه 100% بجوج ديال المكونات اللي هما اليزير والزنجبيل او سكين جبير. فهاد الوصفه من بعد ما غتجربوها انا متاكده غترجعوا تقلبوا على القناه ديالي وغادي تشكروني عليها، لانها من اقوى الوصفات، واللي جرب هاد الوصفه راه ما غاديش يبقى يعاني نهائيا من البروده ولا من الالم ديال المفاصل بصفه عامه. فغادي نبداو تشوفوا معايا المكونات، طريقه تحضير الوصفه من ابسط الوصفات ومن اسهل الوصفات، وعندكم يعني متوفرين المكونات في كل بيت. فغادي نبداو نحضروا الوصفه ديالنا. كما كتشوفوا معايا غادي نحتاجوا الاول مكون اللي هو اليزير او اكليل الجبل. وقبل ما نبداو الوصفه ونكملوها، كنتمنى انكم احبابي ما تبخلوش عليا بواحد لايك للفيديو هكا باش يكون تفاعل على الفيديو، فهذا الشيء علاش كنطلبكم على اللايكات، فما غتخسروا والو كتتفرجوا في الفيديو، خليوا لي البصمه ديالكم ديال لايك. وكنشكركم بزاف بزاف على اللي خطيتكم عليا، كنشكركم من قلبي الخالص. وكذلك ما تنسوش تخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، ان شاء الله من بعد ما تجربوا هذه الوصفه واللي غادي تلقاو عليها ان شاء الله الراحه، وغادي تخلصوا من الالم ديال المفاصل. والناس اللي ما كيقدروش يتمشاو او اللي ما كيقدروش يطلعوا في الدروج، فهاد الوصفه كنا متاكدين انكم غتوليو كتجريو من بعد ما غتجربوها، لان غتهنيكم من الالم ديال الركب والالم ديال المفاصل كامله فيما كانت عندكم في الجسم ديالكم، غادي ان شاء الله تشافوا باذن الله. كما كتشوفوا معايا خدينا هنايا اليزير، فاليزير احسن حاجه يكون جديد، يكون مازال جديد هكا كيكون محافظ على الفوائد ديالو، ما كيكونش قديم. كيكون يابس كما كتشوفوا معايا، كتاخذ واحد الكميه كديروها في الطحانه، تطحنوه غير شويه، ماشي تطحنوه 100%، غير شويه كيطحن واحد شويه كما كتشوفوا معايا هكا في الفيديو. من بعد ما غادي نطحنوا اليزير، هاد الوصفه كيف ما قلت لكم سهله، ما فيهاش مكونات يعني كثيره، مكونات بسيطه، ولكن سبحان الله يعني وصفه معجزه من الوصفات اللي ما المفعول ديالها قوي ومفعول سحري، يعني كتخلص اي واحد كيعاني من المشاكل ديال السياتيك، البروده، الالم ديال المفاصل، يعني كتهنيه من هذا المشكل، واي واحد جربها غادي يرتاح. كما كتشوفوا معايا طحنت اليزير، غير ما كطحنوش بزاف غير شويه، اهم حاجه يكون جديد كيف ما قلت لكم، ويكون مازال يعني يلاه يعني يكون خضر ويبسوه، من احسن تيبسوه نتوما. هنا غادي ناخذ ثاني مكون اللي هو سكنجبير او الزنجبير مطحون كما كتشوفوا معايا في الفيديو بهذا الشكل، هذا كناخذ منه ملعقه كبيره. هنا بالنسبه لليزير تقريبا عندي واحد جوج معالق كبار ونص اللي تنطحنوهم، وكنضيفوا عليهم ملعقه كبيره ديال الزنجبير اولا سكنجبير، وكنخلطوهم مزيان، يعني هادو جوج مكونات تنخلطوهم مزيان كما كتشوفوا معايا. فصراحه هاد الفصل هذا هو من اكثر الفصول اللي الالام كتزاد ديال المفاصل، الناس اللي عندهم البروده كتعاود واخا كيمشي لهم داك الحريق في الصيف كتعاود ترجع لهم في البرد، لان تيولي البرد بزاف، فالمفاصل يعني كينوض داك الالم يعني كيولي مجهد يعني كيتزاد تيقوى يعني في هذا الفصل هذا ديال البرد. فهاد الوصفه ان شاء الله غادي تفيدكم، واي واحد يعني جربها ما غاديش ترجع ليه البروده، يعني مازال يعني داك الالم ما غاديش يرجع، يعني وصفه كتعطي نتيجه زوينه بزاف. كناخذوا هنا واحد القرعه ديال الزاج، من احسن تكون ديال الزاج كما كتشوفوا معايا، وغادي نزيدوا عليها هذاك هذاك الشيء اللي وجدنا من قبل، يعني اليزير مع السكنجبير او الزنجبير، وغادي نزيدوا عليهم الزيت. هنا بالنسبه للزيت غديروا كاس ديال الزيت، زيت الزيتون من طبيعه الحال،
كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. انا هنا كنوريكم غير الطريقه بالنسبه لكم نتوما، ديروا كاس ديال زيت الزيتون صافي، وغتخلطوهم بهذا الشكل هذا، يعني غتخلطوهم مزيان. من بعد غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نوجدوا هذا الزيت باش يولي جاهز للاستعمال، باش هكا تستافدوا منه في اقرب وقت، يعني بالنسبه للناس اللي عندهم الالام و يعني كيبغيو وصفه اللي تكون واجده، ما يبقاوش يتسناو يوجدوها ويبقاو يتسناو، لانه كيكونوا يعني كيكونوا عندهم حريق وهذا، يعني خاصهم شي حاجه تكون دغيا يستعملوها. فهنا غناخذوا واحد الكاسرونه وكناخذوا ديك القرعه اللي وجدنا فيها هاد المكونات هادو. هنا غادي تاخذوا واحد الملعقه كبيره هكا، ولا المهم شي حاجه تاخذوها باش ديروها هنا نتوما كي كتشوفوا معايا، كتحطوا فوقها ديك القرعه باش ما كتحطش نيشان على داك الاناء اللي غادي توجدوا فيه هاد الوصفه، فكديروها بهذا الشكل هذا، اما ملعقه كبيره اولا هكا شوكه ولا فورشيت. صافي غادي نديها على النار كما كتشوفوا معايا، وغادي نخليهم تيغلاو مده نص ساعه، يعني نار متوسطه، وكتخليو هاد القرعه على حمام مريم اولا باماغي نص ساعة، يعني نص ساعة ديال الوقت ضروري، نص ساعة او اكثر كتخليوها باش داك الزيت يطلقوا فيه دوك المكونات الفوائد ديالهم ويولي جاهز للاستعمال. هنا من بعد ما مرت ديك الفترة كما كتشوفوا معايا، انا رجعت معاكم صافي، يعني كنحيدوا هذيك القرعة، وهذا هو الشكل ديال الزيت من بعد ما طبخ مزيان يعني على حمام مريم، كتخليوه مزيان واحد المده يعني كافيه هكا باش كيولي مركز، يعني كيطلقوا فيه دوك المكونات كما كتشوفوا معايا. دابا كيولي جاهز للاستعمال، تقدروا انكم تستعملوه. بالنسبه للطريقه ركزوا معايا مزيان في الطريقه كيفاش غادي تستعملوه، ف هو من طبيعه الحال نتوما ملي غتستعملوه راه غادي داك المكونات غيهبطوا لتحت والزيت غيولي لفوق. فانا هنا مازال يلا محضره الوصفه، غادي نصفيها كما كتشوفوا معايا، اما تصفيوها تصفيو داك شويه اللي غتستعملوا، اولا الزيت راه تيطلع الفوق وداك الشيء كيهبط لتحت، غتبقاو تخويو داك الشيء اللي كيبقى لتحت. المهم كما كتشوفوا معايا انا خديت هنايا شويه صفيتو غير باش نوريكم هكا الاستعمال. فكتاخذوا شويه ديال الزيت وكطبقوه على المنطقه اللي عندكم فيها الالام، سواء على الظهر، يعني شي حد يدير لك مساج للظهر ديالك الا كان عندك المشكل في الظهر ديالك، اولا العنق، اولا الالام ديال المفاصل ديال اليدين، اولا الركبه، اولا الرجلين، فدير واحد المساج يعني تدليك خفيف، يعني ماشي توركو بالجهد لا، غير بشويه يعني تدليك خفيف لاي مكان عندكم فيه الالام. وبالنسبه للالام اللي كتكون في الركبه ما تنساوش داك العصب اللي كيكون تيكون في يعني في الركبه، ولكن تيكون اللور ديال الركبه، ما تنساوش انكم هذيك البلاصه يعني ديروا ليها واحد التدليك، ولكن غير بشويه على اي مكان، مهم ماشي غير الركبه، اي مكان عندك فيه الالم كديري ليه هذه الوصفه اولا كديروا ليه هذا الزيت قبل النوم، وكذلك ديروها في الصباح، يعني جوج المرات كديروها في الصباح وكديروها قبل النوم، وكتبعوها يعني كل نهار غتبقاو متبعين عليها لمده 20 يوم شهر، ان شاء الله غادي تهناو نهائيا من الالام. فانتوما غادي تتبعوها، وعلى حسب يعني كل شخص يعني على حسب الالم اللي عنده، تقدري يعني تشافي في اسبوع او لا 15 يوم او لا 20 يوم، فانتوما غادي تتبعوها حتى غادي تحسوا بانك الحريق ما بقاش، وديك الساعه بقاو ديروها جوج مرات هكا في الاسبوع حتى ما يبقاش عندكم نهائيا يعني الالام، ديك الساعه ممكن يعني تحبسوا هاد الوصفه. بالنسبه لهاد الزيت كيبقى صالح للاستعمال حتى يعني تساليوه، ممكن تعاودوا تستعملوا واحد اخر الا بغيتوا تستعملوا واحد اخر. وهذه هي الوصفه اللي بغيت نشارك معكم اليوم، نتمنى ان شاء الله تجربوها، فهي زوينه بزاف، وصدقوني الا قلت لكم من الوصفات اللي كتعطي يعني علاج 100% واللي يعني بسيطه، واللي غادي تخليكم انكم يعني تهناو من هذه الالام هذه بمره. والله يشافي الجميع، ولهنا كنصات نهايه الفيديو، كنقول لكم شكرا على المتابعه وفي امان الله.